إني أحب محمدا، والله خير شاهدا. يا رب صل على الهدى أمدا إليه مجددا. جسد تمكن حب أحمد فيه، تالله تالله إن الله لا يخزيه. أو كيف يخزيه الكريم وحبه في قلبه ومديحه في فيه. أكثر عليه من الصلاة فإنها هي نور قبرك عندما تأتيه. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، صل يا ربنا على محمد وعلى آل محمد ما ظهرت النجوم وتلاحمت الغيوم. إنك يا ربنا حي قيوم. وصل عليه ربنا ما أشرق الصباح ولاح وما تعاقب المساء والصباح. إنك أنت الملك الفتاح. وصل عليه صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتنفعنا بها يوم لقاك يا أكرم الأكرمين. وصل عليه ربنا بعد الحصى والرمال وموج البحور وقطر الندى. وصل عليه ربنا بعد الملائكة القائمين كذا الراكعين مع السجدا. صلوات عظمى من ربي وسلام لرسول الله، لا خلق أبدا يقدرها تعظيما لرسول الله صلى الله عليك وسلم. يا نورا سميت محمد، يا نورا من نور في نور، وبنور الأكوان محمد. يا صاحب معراج العرش وبراق يمشي في الممشى، يا من في السدرة خطوته إذ يغشى السدرة ما يغشى. وكيف لا نصلي عليه ورب العزة سبحانه وتعالى يصلي عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكيف لا وهو القائل صلى الله عليه وسلم: البخيل من أمتي من يسمع اسمي ولم يصلي عليه. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي يوم القيامة. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي في اليوم الأغر والليلة الزهراء
ألا وهما يوم الجمعة وليلة الجمعة. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه بها مئة، ومن صلى علي مئة صلى الله عليه بها ألفا، ومن صلى على رسول الله ألفا حرم جسده على النار. وفي رواية أخرى أنه من صلى على رسول الله ألفا تزاحمت كتفه مع كتفه على باب الجنة. أخ الإسلام، إن شئت في الدارين تسعد فأكثر من الصلاة على محمد، فلا صوم يصح ولا زكاة لمن ترك الصلاة على محمد. وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على محمد. واعلم أن السعيد يوم القيامة هو من أكثر من الصلاة على محمد. وإن جاءك الملكان في القبر سؤلا فقل لهما: أنا من أمة محمد رسول الله، حقا اتبعنا وآمنا بسيدنا محمد. إخوتنا إخوة الإيمان، وما هي إلا برهة من أيام، ويهل علينا شهر ميلاد الحبيب المصطفى العدنان. ولله در القائل: شرف الزمان اليوم حان الموعد، بانت لنا ذكراه جاء المولد، وطل نجم في السماء بنوره، في مثل هذا الشهر جاء محمد. فهو اليتيم لم يأنس به، وله على الدنيا يد، إيوان كسرى ما له متصدعا، نار المجوس وما لها لا توقد، بشرى لآمنة فإن وليدها للناس محمود وفيهم أحمد. قالوا: الأمين أتى رضينا حكمه، لك بالأمانة يا محمد نشهد. أن حطموا يا أهل الجهالة ما ليس يعبد أو يضل ويفسد. الله أكبر الله أكبر، لا شريك فواحد. الله أكبر الله أكبر، والرسول محمد. إخوتنا إخوة الإيمان، من هنا من هذه الساحة ومن هذا المكان ومن ساحة الرجال الأعلام، عائلات أبو مصطفى العظام، وما اجتماعنا اليوم إلا على مائدة القرآن، لنكرم راحلا كريم عرف بطيب قلبه وعذوبة لسانه ونقاء صدره، ألا هو راحلنا الكريم الحاج حمادة محمود مصطفى. نشارك الأسرة العريقة ممثلة في أبنائه الأكرمين حاج أسامة حمادة مصطفى، والأستاذ محمود حمادة مصطفى، والمعلم تامر حمادة مصطفى، والأستاذ السيد حمادة مصطفى، والأستاذ محمد حمادة مصطفى. ونشارك أشقاء الأكرمين حاج أحمد محمود مصطفى، ونشارك أسرة المرحوم حاج هاني محمود مصطفى، ونشارك أصحاب النسب والصهر فضيلة الشيخ سند الطوخي
وفضيلة الشيخ أحمد أمين، ونشارك الحاج شكري فوزي وصاحب الدعوة الكريمة فضيلة الشيخ حمادة نصر. هيا بنا لنستمع لقارئنا وشيخنا علم الإذاعة المصرية قمر كراء الجمهورية، لقبه محبيه بقيصر النغم، بل هو كيسارة السماء لتلاوة آيات رب السماء، فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن، علم الإذاعة المصرية وقمر كراء الجمهورية. ندعو الله له بالتوفيق وأن ينفعنا بتلاوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوا. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار. تجري من تحتها الأنهار خالدين
كان فيها نعم أجر العاملين. يا رب. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وكأي من لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تحتها الأنهار خالدين
خالدين فيها نعم أجر العاملين. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنثوينهم من الجنة غرفا لنثوينهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين. نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وهو السميع العليم.
لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وهو السميع العليم، وهو السميع العليم. الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. ليقولن الله ليقولن الله ليقولن الله فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. الله 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 يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. إن الله بكل شيء عليم. الله الله
يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لك إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله قل الحمد لله قل الحمد لله ما أكثرهم لا يعقلون. يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لك إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد
موتها ليقولن قل الحمد لله قل الحمد لله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوات لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرمنا آمنا ويتخطف الناس من حولهم أولم يروا أنا جعلنا حرمنا آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين يا منجي يا رب تعالك سيد محمود الله عليك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن غلبت الروم في أذن الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا لنهدينهم سبلنا وإن غلبت الروم في أذن الأرض والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والذين هدوا فينا لنهدينهم سبلنا
لنا أرض. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإن الله لمع المحسنين. أذان الأرض غلبت روم أدنى لهم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد
بعد ولدهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله بنصر الله بنصر لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون صدق الله العظيم. لما تيسر من خواتيم سورة العنكبوت وفواتح سورة الروم مكيتي التنزيل أمتعنا قارئنا صاحب الصوت الجميل والخلق الأصيل والمعدن الأصيل فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن
علم وكروان الاذاعه المصريه وقمر قراء محافظه الشرقيه، شاكرين الى فضيلته والى حضراتكم جميعا. باسم أسرة الراحل الكريم الحاج حمادة محمود مصطفى، باسم كل عائلات أبو مصطفى، نشكر إلى كل من شرفنا بأداء واجب العزاء، ولكل من شرفنا من جميع الأرجاء والأنحاء، نشكر إليكم جميعا واجب العزاء. نقلنا لحضراتكم هذه التلاوة داخل كبرى قصور الضيافة المتنقلة التي كملت وجملت بإنارتها الذهبية حاج السيد عبد الغني بميت أبو خالد، والهندسة الإذاعية العالمية مهندس مؤمن أنيس الفكهاني، وواجبات ضيافة فندقية حاج سامي وأولاده بالرحمانية، ومصورنا الليلة وعمدة مصوري الحفلات القرآنية بالجمهورية ومخرج روائع مهندس ناصر صلاح. إخوتنا إخوة الإيمان، يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة.